يا رب تجمعنا في يوم عن قريب، يا رب يا رب تجمعنا في يوم عن قريب. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. قامت طائرات الاحتلال الصهيوني الغاشم باستهدافهم دون سابق انذار، دون اتصال، دون مراعاة للإنسانية، دون مراعاة للأطفال الرضع. فخرجت من البيت مسرعا إلى بيت نسابي الذي لا يبعد عنا قرابة 500 متر، 600 متر. فوجدت البيت ركام، كان البيت مكون من 3 طبقات، وجدته ركام. أنا هذا الشهيد الحي أحد الذين خرجوا من تحت الركام، الشهيد الحي عمر محمد الحديدي، عمره 5 شهور، عمره 5 شهور كما ترون. هذا هو الشهيد الحي عمر محمد الحديدي الذي خرج. هذا بنك أهداف الاحتلال، 8 من الأطفال واثنتين من الأمهات، أطفال آمنين في بيوتهم يلبسون ملابس العيد.